أهلا بكم. اختتمها البابا وافتتحها السيد، فبعد ثلاثية أيام السلام التي أودعها سيد الكنيسة الأولى إلى مسيحي الشرق، أوصى الأمين العام لحزب الله بأسبوع نصرة الرسول، معلنا عن تظاهرات تبدأ يوم غد في الضاحية الجنوبية لبيروت وتمر بمدينة صور وبنت جبيل لتنتهي في بعلبك والهرمل، رفضا لكل ما يسيء إلى الإسلام. وقال نصر الله للمتظاهرين: يجب أن يرى أو أن يراكم العالم كله غدا وفي الأيام المقبلة، ويجب أن يرى الغضب في قبضاتكم والصرخات، معتبرا أن مستوى الإساءة كبير جدا وخطير جدا ولم يسبق له مثيل، واضعا إياه في مرتبة أخطر من حريق المسجد الأقصى وكتاب آيات شيطانية. لكن نصر الله اعتبر أن آلية منع الاعتداءات المتكررة على المسلمين تكون من خلال إصدار قرار في الأمم المتحدة يجرم الإساءة إلى الأديان السماوية وبالحد الأدنى الأنبياء الكبار. التوقيت هو عامل حكمة اتبعه نصر الله، فالسيد انتظر إقلاع طائرة البابا بنديكتوس السادس عشر بساعة واحدة، وأعلن عن هذا التحرك ليقدم نموذجا جديدا في اختيار ساعة التحرك التي حتى لا تفسر على غير مراميها، وإسهاما منه في إنجاح زيارة الحبر الأعظم لغاية الدقائق الأخيرة من برنامجها، متكاملا في رسالة هذه مع رسائل رجل السلام المسيحي الذي غادرنا اليوم وأوصانا بودائع سماوية. حوله تحلق بحر بيروت مصليا، وبرعايته اجتمع لقاء مسكوني متجذر بالشرق موحد للكنائس والشراكة مع المسلمين. بطائرة طيران الشرق الأوسط غادر بابا روما عائدا إلى الفاتيكان بعد أن أوصى الشرق الأوسط بمبادرات سلام تحترم حقوق الإنسان. ومن سماء بيروت سيسترق النظرة الأخيرة إلى وطن وجده البابا خلال أيام ثلاثة، قطعة نسيتها السماء على الأرض وبعثرها بنوها. بحفاوة الاستقبال كانت مراسم الوداع على مطار بيروت، ومن هناك وعد رئيس الجمهورية البابا بنديكتوس السادس عشر بأن لبنان سيبقى وفيا لدوره ورسالته في محيطه ومتعلقا بجذوره، على أن المحطة المؤثرة كانت عند الواجهة البحرية لبيروت في قداس ترأسه البابا وحضره رئيس الجمهورية وعدد من السياسيين والمؤمنين. بحر الناس الأبيض كان يمتزج بملح الحبر الأعظم الروحي، والذي أرشدهم إلى شرقهم بعد أن استدار عدد منهم إلى اتجاهات تهجيرية. انتهت المهمة الرسولية، فهل ترسخت الرسالة أم أن اللبنانيين سيفسدون ود الأيام الثلاثة؟ سيكون من الحرم ضرب هذا النبل بحفنة خلافات سياسية، ولا يغفر حماة السماء لكل من سيبعثر في مفاهيم الأرض. رأى الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن الفيلم الذي يسيء إلى النبي محمد لم يسبق له مثيل، وأن السكوت عن حجم الإساءة لرسول الله هو خطر، والأمة التي تسكت عن هذا تعطي رسالة إلى إسرائيل بأنه يمكنها إحراق المسجد الأقصى. ولفت السيد حسن نصر الله أنه بسبب طريقة تعاطي القادة الروحيين والسياسيين مع هذا النوع من الأحداث جعل غضب الشعوب العربية ينصب على سياسات الولايات المتحدة وليس على المسيحيين الذين حاول البعض نسب التهم إليهم لإحداث فتنة، مؤكدا أن هذا الأمر إيجابي وينم عن وعي القادة الروحيين والشعوب. في عام في 16/10/2004 وقع رئيس جورج بوش قانون المعروف باسم قانون تعقب معاداة السامية عالميا. بعض الجهات لخصت قالت أن هذا القانون يستهدف أي سلوك أو تصريح أو تلميح بالقول أو الفعل أو الصورة أو الكاريكاتور أو الرسم أو الكتابة يمس اليهود أو الصهيونية أو إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر باعتباره تمييزاً ضد اليهود، لا سيما وأنه يساوي ما بين اليهود وإسرائيل والصهيونية. وأكثر من هيك عملوا آليات إجرائية، شكلوا مكتب خاص في وزارة الخارجية الأمريكية معني بمراقبة تنفيذ هذا القانون على مستوى أمريكا والعالم ككل. ألا يستحق المسلمون أمة المليار و400 مليون مسلم
أتباع ديانة سماوية عظيمة، أتباع نبي عظيم، لهم هذه المكانة، لهم هذا الحضور في أحداث العالم، أن يصدر قانون مشابه من هذا النوع. العمل على إصدار قرار دولي في مختلف المؤسسات الدولية وأعلى المؤسسات الدولية يجرم الإساءة إلى الأديان السماوية بالحد الأدنى، الأديان السماوية أو بالحد الأدنى الأنبياء العظام والكبار، وبالخصوص إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الأمر ممكن وهذا أمر متاح. لما بيصدر قانون قرار دولي أو قانون دولي ملزم على أن يكون ملزماً لكل الدول والحكومات في العالم وحاكماً حتى على القوانين الوطنية في أي دولة من دول العالم، هذا يغلق الباب. لبنان يستطيع أن يدعو إلى جلسة طارئة لجامعة الدول العربية في الحد الأدنى وزراء الخارجية، لكن يستطيع أن يطلب من العراق، وأنا أناشد أيضاً الحكومة العراقية أن تقدم على خطوة من هذا النوع. يستطيع لبنان رسمي أن يتقدم بطلب وبإجماع وطني وشعبي ورسمي وسياسي بطلب لعقد قمة إسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي وتبني أفكار من هذا النوع، تجريم الإساءة إلى أنبياء الله العظام وإلى الديانات السماوية والكتب السماوية. نحن بلبنان إن شاء الله يعني غدا مسيرة الضاحية. مسيرة الضاحية هي، أنا لا أقول أن الناس يعذبوا حالهم من المناطق، هي لبيروت الكبرى، يعني بيروت العاصمة، للضواحي، للضاحية الجنوبية. يجب أن يرى العالم كله الغضب في وجوهكم وفي قبضاتكم وفي الصرخات، ويجب أن يعرف العالم كله أن لهذا الرسول العظيم أتباعاً لن يسكتوا على إهانة أو مذلة مهما غلت التضحيات، وليكن النداء قوياً ومجلجلاً ومدوياً يوم الغد: لبيك يا رسول الله. البابا بنديكتوس السادس عشر يغادر لبنان واعدا بالصلاة دائما لأجل السلام فيه، ورئيس الجمهورية يعده بالمحافظة على مضمون ما جاء بالإرشاد الرسولي. تقرير للزميل رامز القاضي. غادر الآتي باسم الرب لبنان تاركا ثمرة اسمها الإرشاد الرسولي، ثمرة هي وصية المسيحيين كما المسلمين: أحبوا بعضكم وتآلفوا، لأن لبنان نموذج عالمي للحياة معا ولا تدع أحدا يقوض هذه الرسالة. غادر الحبر الأعظم بنديكتوس الثالث عشر بالحفاوة عينها التي لقيها لدى استقباله على أرض مطار بيروت، منهيا زيارة استمرت ثلاثة أيام كانت حافلة بالمحطات الشعبية والرسمية والكهنوتية والمواقف التي لم تخلو من بعض السياسة، لسيما ما يجري في سوريا. أركان الدولة على رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وعاقلته، ورئيس الحكومة وعاقلته، ولفيف من الكهنة والأساقفة والأباء ورجال دين مسلمين حضروا لإلقاء التحية الوداع على بابا روما. بعد الانتهاء من المراسم البروتوكولية وعزف النشيدين الفاتيكاني واللبناني، كانت كلمة لرئيس الجمهورية ميشيل سليمان، وعاد فيها البابا بالحفاظ على قيم الديمقراطية والانفتاح التي ينعم بها لبنان، شاكرا إياه لزيارته بلاد الأرز. وإذ تغادرون وطن الأرز وقد حملتم إليه وإلى الشرق رسالة سلام ومحبة والتزام في زمن التحولات التاريخية والتحديات، فإننا نؤكد لقداستكم أن لبنان سيبقى وفياً لعلاقته الراسخة والمميزة مع الكرسي الرسولي. كذلك تبرز الحاجة اليوم للانخراط بكثير من الوعي والعزم في مقاصد ما أودعتموه ما قبل البارحة من إرشاد رسولي جديد للسينودوس الخاص بمجمع الأساقفة من أجل الشرق الأوسط، ومن توصيات تدعو إلى التعلق بالأرض والهوية والحرية وللنهوض بإنسانيتنا إلى آفاق التسامح والتضامن الاجتماعي والاحترام العميق للآخر وتمايزه ونبذ الفتنة والعنف وتحقيق سلام راسخ في القلب
يفيض نمط حياة لشعوب المنطقة. البابا شكر للبنان حسن استقباله دولة وشعبا، مؤكدا على ما جاء في الإرشاد الرسولي. العالم العربي بأسره رأى المسلمين والمسيحيين معا من أجل الاحتفاء بالسلام، وذلك في نظرة جميلة لفكرة السلام، وأنتم نجحتم في هذا السلام. يجب أن نبني نحن بيت الله، وسررت بتواجدي هنا في بلاد الأرز، ولبنان كان دائما موجودا في بيت الله، وآمل أن يستمر سكان هذا البيت بالعيش دائما بشكل جيد داخل بيت الله، وأن يعيشوا دائما بسلام مع بعضهم. أصلي وأطلب من الله أن يعيش لبنان بسلام ويستمر بهذه الشجاعة، وآمل أن يستمر لبنان بالسماح بتعدد الثقافات، ويجب أن تستمروا بنبذ الفتنة وتسعوا للأخوة، وهذه المشاعر هي المشاعر العزيزة على قلب الله، وعليكم أن تسعوا إلى ترسيخها. الساعة 7:30 بتوقيت بيروت، كل شيء بات جاهزا للمغادرة. توجه البابا إلى طائرة الميدل إيست برفقة رئيس الجمهورية والحكومة وعاقلتهما والبطريرك الماروني بشار الراعي، ليغادر من جاء ليعطي السلام لوطن يأمل أبناؤه أن يكون دائما لا مرحليا. عدد المشاركين في القداس الذي ترأسه البابا بنديكتوس السادس عشر في الواجهة البحرية لبيروت فاق 350,000 مشارك. هذا الحضور الشعبي الكثيف جاء تتويجا لزيارة الحبر الأعظم الذي توجه مرة جديدة إلى الشعب السوري من لبنان. تقرير للزميلة كريستين حبيب. للمرة الثالثة في 3 أيام تخترق البابا موبيلي الحشود. للمرة الثالثة يرفع الحبر الأعظم يمناه مباركاً عبر الزجاج المصفح. ترسو السفينة البابوية في بحر بيروت. هو البحر من أمامه والأصدقاء كذلك، فالوقت ليس وقت أعداء. الكل متعادل في حضرة البابا. يتفيأ أرزة لبنان ليرفع الصلاة، وحوله مطارنا وكهنة من الطوائف المسيحية كافة. توج الحبر الأعظم زيارته إلى لبنان إذن بقداس حاشد، تقدم حضوره رئيس الجمهورية وعدد كبير من المسؤولين الحاليين والسابقين وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب وفود شعبية حضرت من مناطق لبنان كلها، إضافة إلى وافدين من أقطار العالم. رئيسا مجلسي النواب والوزراء غابا فناب عنهما كل من النائب غازي زعيتر ونائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل. حضور شبابي لافت ميز الذبيحة الإلهية، كما كانت للأطفال حصتهم من البركة البابوية. البطريرك بشار الراعي توجه إلى الحبر الأعظم بكلمة ترحيبية. زيارتكم الرسولية إلى الشرق الأوسط في وقت يعيش فيه تحولات جذرية تهدد أمنه واستقراره هي بالتأكيد حاملة رجاء، تأتي متابعة لإعلانكم الرسولي عام 2009 والداعي إلى اجتماع لسينودوس بطارقة الشرق الأوسط. عظة قداس الأحد ألقاها البابا بنديكتوس مباشرة بعد تلاوة الإنجيل المقدس، وقد أتت العظة تحت راية السلام المرافقة للزيارة. يا من تتألمون في جسدكم أو في قلبكم، إن ألمكم لا يذهب سدا. المسيح الخادم قريب من جميع المتألمين، إنه حاضر بينكم. وبعد تقديم القرابين وتلاوة النوايا والمناولة، وزع البابا بنديكتوس الإرشاد الرسولي إلى بطاركة الكنائس الشرقية الكاثوليكية وبعض المؤمنين، ثم رفع الصلاة على نية لبنان والشرق.
نتضرع إلى السيدة العذراء سيدة لبنان لتساعد كل شعوب المنطقة لا سيما الشعب السوري. أتساءل لماذا هذا الكم من الموت؟ أدعو المجتمع الدولي والدول العربية كي تقترح حلول مقبولة وتحترم حقوق الإنسان، خصوصا حرية المعتقد والحق بالاختلاف. أتمنى أن يحل السلام في المنطقة ويتوقف العنف بكل أشكاله. أتمنى عليكم أن تتحلوا بالسلام كي تعيشوا بتآلف مع أخوتكم في الوطن. كما دخل رافعا يديه للناس، خرج الحبر الأعظم كذلك من باحة الاحتفال، فيما شهد وسط بيروت على تظاهرة من نوع آخر، تظاهرة سلام لم ترفع فيها رايات الصراعات. فيكتوس الآتي إلى لبنان باسم السلام والباعث من خلاله رسائل إلى شعوب المنطقة، بعث في نفوس اللبنانيين طمأنينة يأملون ألا تكون مؤقتة، طمأنينة رسخها القداس التاريخي الذي استقطب مؤمنين من لبنان والعالم شهدوا أن هذا الوطن الصغير يستطيع أن يفرح أيضا. من وسط بيروت، كريستين حبيب، قناة الجديد. البابا بنديكتوس السادس عشر يشدد في اللقاء المسكوني على ضرورة العمل لتوحيد الكنيسة من خلال الحوار، داعيا إلى التمسك برسالة المحبة والسلام ونبذ العنف. اختار الحبر الأعظم المقر الصيفي للسريان الكاثوليك في الشرفة ليكون المحطة الأخيرة من زيارته لبنان، وفي هذا اللقاء تعمد أيضا أن يتخلله لقاء مسكونيا يضم رؤساء الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية في لبنان. وفي هذا اللقاء شدد البابا بنديكتوس السادس عشر على ضرورة العمل للوصول إلى توحيد الكنيسة قائلا: إن لقاءنا يؤكد رغبتنا نبذ العنف، فنحن كتلاميذ المسيح يجب أن نعطي رسالة حية كي يلتزم الجميع برسالة الله، رسالة المحبة. هذه الرسالة يجب أن نعممها في العالم لا سيما في الوضع الحالي في الشرق الأوسط. أشجعكم أن تبقوا في هذه المنطقة وتتحلون بالسلام والرجاء. أصلي من أجل كل الكنائس وكل المجموعات الدينية في هذه المنطقة. أشكركم جميعا وأؤكد لكم أن تفكيري يذهب الآن إلى الكنيسة القبطية في مصر. هذه الزيارة هي رسالة سلام لشعبي وبلدان الشرق الأوسط، وهذا على الرغم من الأحداث الأليمة التي تضرب منطقتنا. هذه الزيارة التاريخية تقوينا في هذه المحنة، ونرى من خلالك شخصية القديس بطرس الذي أعطاه المسيح في العشاء الأخير مهمة خاصة، وها أنت تجمع الإخوة حولك. كما عبر عدد من المشاركين عن انطباعاتهم بعد اللقاء. أهم ما جرى في هذا اللقاء هو لقاء جميع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية مع قداسة البابا الذي أبى إلا وأن يعد نفسه واحدا مع الجميع، واحدا مع الكنائس الأخرى، ولا يميز نفسه بشيء. فأتى إلى هنا وصار اللقاء مع جميع رؤساء الكنائس، وكان لقاء مدموغ بمحبة حقيقية ومدموغ ومختوم بالفرح. كان لقاء الفرح ولقاء أيضا المحبة، من حيث أنه وقع الإرشاد الرسولي. أنا أراها دعوة للسلام، وإذا حل السلام يحل معه الرجاء ويستقر الناس. المسيحيون يهاجرون بسبب وبدون سبب لسوء حظنا. المسيحيون لا يستقرون، كل ما هبت الريح من جهة بعيدة أو قريبة تراهم شريعي العطب يفكرون بالهجرة. نحن ندعو أولادنا أن يصمدوا ويصبروا، آباؤنا تحملوا أكثر، وبقينا في هذه الأرض نشهد للمسيح، نستشهد من أجل المسيح، نشهد ونستشهد لهذه الرسالة المقدسة التي أعطانا إياها الفادي. وكان البابا قد أزاح عند وصوله إلى دار الشرفة في درعون الستارة عن لوحة تخلد زيارته التاريخية إلى المقر البطريركي السريانية الذي يعد أقدم مركز للطائفة والمبني قبل أكثر من 125 عاما. سلامي أعطيكم عبارة لازمت زيارة الحبر الأعظم إلى لبنان. ومع عودة السجلات والخلافات يأمل اللبنانيون أن تستمر نعمة السلام التي عايشوها لأيام ثلاث. من المقر الصيفي للسريان الكاثوليك، باسل العريضي، قناة الجديد.
وفي ختام زيارة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر إلى لبنان، هنأ قائد الجيش العماد جان قهوجي العسكريين ضباطا وأفرادا الذين وضعوا في حالة تأهب قصوى على نجاحهم في مهمة حفظ الأمن خلال الزيارة البابوية والمواكبة الميدانية الدقيقة لمختلف مراحلها. ونوه قائد الجيش بجهود الحرس الجمهوري وجميع الوحدات البرية والجوية والبحرية لقيامهم بواجباتهم على أكمل وجه في هذه المهمة الأمنية الاستثنائية. أهلا بكم من جديد، والآن ننتقل للنشرة الفنية التي يوفينا بها زميلي شادي خليفة اللي ما عم بيقبل يجاوبني على سؤالي. شو بيعمل حمزين؟ رح نعرف بسياق النشرة الفنية شو بي يعني مطرني كل هالوقت وما بدك شو بيعمل حمزين؟ ايه؟ أول شيء مساء الخير داليا. مساء النور. هذا عم بتسكر. هذا هو بس يعني. سؤال واحد. ما رح أسألك عن شيء ثاني لأنه أنت بتعرف قديش أنا بحبه لملحم، فشو؟ أوكي. مصرة هلا يعني او بنبلش بالنشرة؟ بتعرفي بسياقه؟ لا هلا. ملحم زين خاين زوجته، بس كيف وليه وضمن اي اطار رح نتابع سوا. يلا نتابع. اوكي. أهلا بكم. بعدما برأت المحكمة المصرية الفنان عادل إمام من تهمة ازدراء الأديان بعد صدور حكم أولي يقضي بسجنه 3 أشهر، خرج المحامي التابع لجماعة الإخوان عصران منصور كاشفا أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد عادل إمام، معتبرا أن الحكم الصادر مخالف للقانون، وأكد أنه سيتقدم بشكوى لدى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، كما أنه رفع دعوى أخرى بتهمة القدح والذم. ومن ناحية أخرى، لقاء خاص مع ميريام فارس التي شكلت حالة خاصة فحققت نجومية وباتت أخبارها وتحركاتها محط اهتمام الناس. نتابع. من عيوني من عيوني لو تبي عمري هدية، أنا حبك حب جنوني حتى لو تكسى عليا، من هنا لبكرة تتهلل لأجل عينك أتحمل، لو تغيب في يوم الأرحال. ما في ما بلش المقابلة غير ما قلي كل يوم أحلى من يوم. ميرسي. انت لعيونك اليوم احلى من يوم. ميريام، من جوا الانسان اوقات بيقدر يشتغل على اشياء معينه كرمال تنعكس على شكله الخارجي. اوقات كثير بتلتقي بناس بيكونوا يمكن شكلهم الخارجي ما كثير حلو، بس لما بتحكي معهم بتعشقهم. معناتها الانسان لما بيكون من جوا مرتاح وحلو بده يعكس لبرا. كيف بيكون من جوا مرتاح وحلو تحديدا بيكون... الحلو كيف بيشتغل على البارت انه يضل حلو من جوا، وخصوصي بهيدا المجال يلي صعب من منافسه ومحاربه، كيف بيضل من جوا حلو؟ ماشي هين كثير، بدك تضلك متصالح مع حالك ومرتاح مع حالك، ضلك هيك عايش مرتاح. شفت شفاف جينيفر لوبيز؟ حضرت الكليب. ايه. انت كليبك صورتيه من عيوني سنه 2009. 2008 كمان عرض 2010. هو هيدول يلي فيه على الشفاف شوارفسكي بال 2012 اللي حطتهم جينيفر لوبيز. كيف بتفسري هذا الشيء؟ استبقت انت الموضه او هن يمكن في عندهم ناس بيتابعوا بقلدوا، يعني ضمن اي خانه هتتصنف؟ هلا المتابعه بالنهايه كلنا عم نتابع كلنا، يعني ما بقى في هلا شيء اسمه عالم عربي شرقي وعالم غربي، صاير حتى الغرب بيطلع على الكلتشر تبعيتنا، وانا هيدي الكلمه قلتها من زمان انه بكره رح يجي يوم ويصيروا الغرب يقلدونا بالكلتشر تبعيتنا، لانه هن صحيح عندهم الحضاره والتطور بس ما عندهم كلتشر، الكلتشر عندنا نحن. فبتحس بكليباتهم كلها عم يرجعوا للشراوي للبرقع للميك اب الاسود العريض للهلوكات اللي جايه اساسا من عنا. فبالنسبه لجينيفر طالعه مثل القمر وكليبها كثير حلو. القصايد كلها باسمك تغني يا سبب لحني واشعاري وفني، والمشاعر كلها صوبك حبيبي غازل انا ركت معانيك وخذني. انا انسانه ماني مسيسه، انا خلقت بعيله ما عندي منا منتميه لحزب معين، نحن عايشين بهالمجتمع اللبناني العربي يلي انه بدنا سلام لاهل منطقتنا وبيئتنا وبلدنا، بس
ما بهمنا انه هذا طلع وهذا نزل واليوم نكون مع هي واليوم مع هي، لا لا. طالما عم نحكي عن هوليوود وعن نجوم العالم، كمان فيلم سينمائي برايف، شو قصته؟ برايف شخصية حلوة كتير يعني، مهضومة كتير، بس رجعتنا، بس نشوفها على البانويات أو بالتريلر أو شيء بترجعنا لكاركتير ميريام أو الكاركتير الخارجي. الكاركتير الخارجي إيه، حتى هيك شرعوبة هي الشخصية مثلي. والله أول مرة بشوف شكلي على ديزني كيف بده يطلع وحبيته كتير. طب هو شو صاير؟ ما فهمت يعني، هي بالصدفة؟ إيه ما بعرف صراحة، ما بعرف. حتى حكيني المحامي يعني، قال لي ميريام بعتقد لك حق يعني إنك تحكي بهذا الموضوع. قلت له أنا خلص، إنه هلا أنا مش أنا الوحيدة بالعالم اللي شعري كيرلي وأورنج وعيون كبار، يعني مش أنا الوحيدة، فممكن يكونوا مستوحين هذا الكاركتر من حي الله حدا بهالعالم. جيتني غنوة وأنا جيتك قصيدة، يا مغارك في وداده ما شغلني، والتقى حساس نادر في وجوده، يا مصادف صدق ظنك حسن طن. جيتني غنوة. وفي البانوراما الفنية، زيارة غامضة لكارول سماحة إلى القصر الجمهوري. راغب علامي يدعو أن يكون هذا اليوم رسمياً. جوليا بطرس تدعم الفلسطينيين من دبي، وملحم زين يخون زوجته. بس قلبك معي بيضل بتمل منه، بس أنا ما بمل. تزامنا مع مغادرة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر لبنان، وبعدما جمع اللبنانيين تحت سقف السلام، علق راغب علامي على تويتر قائلا: بعدما كانت بيروت عاصمة التحديات والخلافات، الحبر الأعظم جعل اليوم بيروت عاصمة السلام والعيش المشترك. أدعو أن يكون هذا اليوم يوم عيد رسمي. وأضاف راغب في تغريدة ثانية: فريقان سياسيان مزقا لبنان بخلافاتهما ومصالحهما، وأتى قداسة البابا من بلاد الغرب ليزرع المحبة والسلام في بلد المحبة. ولاقت هذه التصريحات لراغب علامي إعجاب متابعيه الذين وافقوه الرأي. وتعودت حياتي ببعضه، أنا فكرت رح أموت من بعده، وتعودت حياتي ببعضه، أنا فكرت رح أموت من بعده. حتى اللحظة تتكتم كارول سماحة عن ذكر سبب زيارتها القصر الجمهوري ولقائها الرئيس ميشيل سليمان، فهي اكتفت بصورة وحيدة وهي خارجة من القصر تم نشرها على موقع تويتر. وبعد اللقاء كتبت كارول أنها كانت في زيارة مهمة جدا دون ذكر أي تفصيل آخر. فهل من عمل فني اجتماعي وطني ضخم يتم تحضيره سرا؟ دعماً لأهالي فلسطين ومن تنظيم رابطة دعم القدس والفلسطينيين، تحيي جوليا بطرس حفلاً غنائياً في مركز التجارة العالمي، وذلك في إمارة دبي في 23 من تشرين الثاني المقبل. وسترافقها الفرقة الموسيقية الفلهارمونية في براغ والمؤلفة من 80 عازفاً، إضافة إلى أعضاء فرقتها الموسيقية من لبنان. ما عاد بديك بديك بديك، ساعدني بترجاك بترجاك. ما عاد بديك بديك بديك، ساعدني بترجاك بترجاك. خليني شوفك ظالم، بطل بعيني ملاك، فكيني من جرحك لي دمو علي. أبصر النور الكليب الجديد لملحم زين لأغنية ما عاد بديك، والذي صوره مع المخرج فادي حداد. وفي الكليب نجح فادي حداد بتحويل ملحم زين إلى ممثل يجسد دور رجل متزوج له أولاد ويخون زوجته، فتنهار حياته الزوجية. بس علي الدور وزينة وزينة، كتر الوفاء أهار، خبي ورا ظهرك شي سكينة، غدرني تبط الغار. بس العلي الدول وزينة، كتر الوفاء أهار، خبي ورا ظهرك شي سكينة، غدرني تبط الغار. خليني شوفك صار.
تمكن الشاب المصري مصطفى اسماعيل من تحقيق إنجاز عالمي بحصوله على لقب أكبر ذراع وأقوى عضلات في العالم ليدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن اسماعيل قضى 10 سنوات من عمره وهو يمارس رياضة كمال الأجسام مرتين يوميا للحصول على هذه النتيجة، فضلا عن تناوله كميات كبيرة من الدجاج واللحم إضافة إلى 3 لترات من البروتين يوميا. مش الحال داليا؟ عرفنا شو خبر ملحم زين يلي انت اكيد طالما بالكليب وعم بيطرح هيدا الموضوع بالفيديو كليب فاكيد الموضوع حلو. هيدي هي نشطتنا لليوم يلي كانت فيها ميريام فارس كموضوع اساسي اكيد مع الاخبار الاخرى. قمر كنت علينا كلنا قمر بالفعل اكيد قمر واكثر كمان من قمر. هيدا كل شيء داليا لليوم. ايش عم بتزيد علي؟ عم ضيف تعليقي الخاص رجع البلاد. انت بترجع تلتقي مع المشاهدين. انا من هلا لكل هيدا الاسبوع لحد اخره كل ليله رح يلا كون ريح. على الهواء يعطيك العافيه. يعني رح كون معك بنص الجمعه في كمان يعطيك العافيه شادي. لا رح استفقد لك اذا كنت على الهواء بقى. لا ما كل هالجمعه كله اوكي لكن يعطيك العافيه وشكرا لك. أهلا بكم من جديد. المعارضة السورية ترجح فشل الإبراهيمي في مهمته الدولية، ومستجدات فيلم براءة المسلمين أن مصوره مخرج أفلام إباحية وكاهن مصري مطلوب من القاعدة، وأخبار أخرى في بانوراما دولية للزميلة عنان زلزالي. في أول اعتراف رسمي أعلن القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري أن عناصر من قوة القدس التابعة للحرس الثوري موجودون في سوريا ولبنان لكن كمستشارين فقط. ذلك لا يعني أن لإيران وجود عسكري هناك، إننا نقدم لهذين البلدين نصائح وآراء ونفيدهم من تجربتنا. ميدانيا تعرضت معاقل عدة للمعارضين المسلحين في دمشق ودرعا وحماة وحمص ودير الزور لقصف كثيف من الجيش النظامي، واستهدفت بغارات جوية وبالمدفعية الثقيلة. السلطات السورية أعلنت أن القوات النظامية نفذت عمليات نوعية في مناطق عدة في حلب وريف دمشق واشتبكت مع مجموعات أخرى في تل كلخ، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر هذه المجموعات. سياسيا لا يزال الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي يواصل مهمته في سوريا وأجرى حوارا عبر سكايب مع قادة من الجيش السوري الحر، وتوقع رئيس المجلس العسكري في محافظة حلب في الجيش الحر العقيد عبد الجبار العكيدي فشل الإبراهيمي كما فشل الموفدون الذين سبقوه، وقال لا نريد أن نكون سبب هذا الفشل. هذا وتستعد معارضة الداخل لعقد مؤتمر موحد يضم جميع الأحزاب المعارضة قبيل زيارتها المرتقبة إلى الصين للقاء المسؤولين فيها. قتل 8 من رجال الشرطة الأتراك وأصيب 9 آخرون في انفجار لغم في منطقة كارليوفا جنوبي تركيا أثناء مرور حافلة تقل ركابا، ورجحت الشرطة وقوف مقاتلين من حزب العمال الكردستاني وراء الحادث الذي جاء بعد يوم واحد من مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين بجروح في هجوم استهدف قافلة عسكرية قرب الحدود مع إيران والعراق، ويعتقد أيضا أن مسلحين أكرادا هم من قاموا به. أعلنت القوة التابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان إساف أن 6 طائرات حربية أمريكية دمرت وتضررت 2 أخريان بشكل كبير في الهجوم الذي شنته حركة طالبان على قاعدة يتدرب فيها الأمير هاري نجل ولي العهد البريطاني. ولم يكد الناتو يستوعب ضربة الطائرات حتى مني بنبأ مقتل 4 من الجنود الأمريكيين العاملين ضمن قوة إساف، وبذلك يرتفع عدد جنود الأطلسي الذين قضوا منذ بدء الحرب على أفغانستان إلى 3183 وعدد الجنود الأمريكيين تحديدا إلى 2121. وفي باكستان أدى انفجار حافلة صغيرة لنقل الركاب إلى مقتل 14 شخصا على الأقل وجرح 10 آخرين في منطقة قبلية قرب الحدود مع أفغانستان، ووقع الانفجار في منطقة باس حيث شن الجيش هجوما على حركة طالبان.
اندلعت مواجهات في سيناء المصرية بعد هجوم بالصواريخ شنه إسلاميون على مقر قيادة الأمن شمال سيناء بالعريش بقذائف مورتر والأسلحة الرشاشة، كما اشتبكوا مع الشرطة في مدينة الشيخ زويد على بعد 30 كيلومترا شرقي العريش المطلة على البحر المتوسط، ما أسفر عن إصابة 3 جنود، واشتبكت نحو 30 حاملة جند مدرعة مدعومة بطائرات هليكوبتر مع متشددين في مدينة الشيخ زويد. معطيات جديدة كشفت أن الفيلم الأمريكي المسيء للإسلام براءة المسلمين الذي أثار سخط العالمين العربي والإسلامي هو عبارة عن شريط فيديو وضيع أنتجه القبطي المصري المقيم في لوس أنجلوس نقولة باسيل نقولة 55 عاما صاحب السوابق العديدة والمتهم بالاحتيال المالي، إضافة إلى إنجيليين أمريكيين معادين للإسلام أمثال قس فلوريدا تيريد جونز المعروف بإقدامه علنا على إحراق نسخ من المصحف الشريف. أما مصور الفيلم فهو ألان روبرتس 65 عاما المعروف بإخراج أفلام إباحية ومثيرة رخيصة التكلفة. ممثلو الفيلم أكدوا أنهم خدعوا وكانوا يعتقدون أنهم يمثلون في فيلم خيالي عن مغامرة مثيرة قبل أن يدركوا أن الحوار مغطى بدبلجة دعائية معادية للإسلام. هذا وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن معدي الفيلم هم من أتباع الكاهن القبطي زكريا بطرس المعروف بمواقفه المعادية للإسلام، والذي سبق وسجن عدة مرات في مصر لمحاولته تنصير مسلمين، كما صدرت في حقه فتوى من تنظيم القاعدة تحدد جائزة مالية لمن يقتله قدرها 60 مليون دولار. بالآلاف تظاهر الصينيون في مدن عدة احتجاجا على شراء اليابان جزرا في بحر الصين الشرقي تطالب بها بكين، وذلك غداة محاولة لاقتحام سفارة اليابان في العاصمة الصينية. وفيما تمنع السلطات الصينية التظاهر فإن هذه التظاهرات حظيت بمواكبة من الشرطة التي اشتبكت مع عدد من المحتجين وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم بعدما رفعوا لافتات تدعو إلى حمام دم مع اليابان وأحرقوا أعلامها. لم تكفيها الهجرة فاحترقتنا. في أزقة اللجوء وتحت هول المأساة ما يزيد مرارة التهجير، تدخل عين الحلو من شوارعها الضيقة التي لا تتسع لنازحيها من فلسطينيين وسوريين، فتصطدم بنغم التي احترقت بالحليب. ابنة سنتين من عائلة سورية نازحة وصلت إلى مخيم عين الحلو منذ حوالي الشهر، وهي تقيم مع 3 عائلات نازحة في أحد البيوت داخل حي الصفصاف. نغم تعرضت في ضواحي دمشق إلى حادث بعد سقوط قدر من الحليب على جسمها، ووصلت إلى لبنان بجسد مشوه بنسبة 60%. أول شيء قالوا لنا ما في أمل إنه حتى تعيش. الحمد لله يعني ظلت شهرين بالمشفى. وهن لازم تقعد 6 أشهر، بس هي لأنه في ضغط كمان بالمشفى، وشان اختصار المدة عملوا لها عمليات تطعيم، شالوا من لحمة كمان وحطوا مكان أرض الحروق الكبيرة. يعني حاولت إني مؤسسات، حاولت الوكالة، حاولت إنه بس إنه يجيبوا لي لو علبة، يعني ما حدا ساعدنا. نغم التي أمسى ليلها نهارا من ألم الحروق المنتشرة على بطنها وأرجلها بحاجة إلى عناية تامة في المنزل من خلال تأمين مكيف للهواء على مدار الساعة، إضافة إلى دواء مدة عام كامل بقيمة 4000 دولار لتتابع علاجها من الحروق، وإلا فإن حياتها مهددة على المدى القريب. أصحاب المزارع في القاعة يشكون من الهجوم السوري على مزارعهم ويطالبون الدولة بالتفاتة. بعد أن توغلت قوة من الجيش السوري النظامي في منطقة الجورة في مشاريع القاع عمدت على تفجير مزرعتي دواجن تعود ملكيتها إلى جمال دتا وديب الأطرش من سكان مشاريع القاع. كاميرا الجديد قامت بجولة في المنطقة التي تعرضت للتفجير والتقت أحد أصحاب المزارع الذي أكد دخول قوة من الجيش السوري إلى البلدة المتمركزة على بعد 500 متر من الجورة، وقد قاموا بتفجير الغرف ما أدى إلى تدمير أجزاء منها. والله امبارح عشية مثل كل العالم سمعنا أنه في مزرعتين تفجروا على البلد. وين في أي منطقة؟ بمنطقة الجورة. بمنطقة الجورة اللي هي واقعة بمشاريع الآن ضمن نطاق بلدية الآن.
هالموضوع اللي عم يتكرر كل مرة، التعديات إن كانت قصف أو فروقات أو تفجيرات، عم يأثر خاصة بس يطلع على الأقلام على اقتصاد الآن وعلى مواسم الصيد ومواسم السياحة، وعم يأثر سلبا للقاع اللي بتبعد 10 كيلومتر، يعني القاع الضايعة عن الحدود عن المشاريع. ناس كتير ما عم تجي كتير بكثافة على الضيعة، عم تأثر خاصة موسم الأعياد أو شيء. وقد عزى عضو مجلس مشاريع القاع تدني الحالة الاقتصادية في المنطقة إلى الهجوم المتسلسل من الجانب السوري التي كانت نتيجته هجرة السكان، إضافة إلى الحالة الاجتماعية البائسة. كان في النشرة نصلى يطلق أسبوع لبيك يا رسول الله بدءا من الضاحية. وليكن النداء قويا ومجلجلا ومدويا يوم الغد، لبيك يا رسول الله. البابا غادر تاركا وديعة السلام والإرشاد. الأمريكيون تحت مرمى طالبان. وكان في النشرة مريم فارس، ماركة مسجلة. ومع عيون مريم فارس نأتي إلى نهاية هذه النشرة. نشكر لكم حسن المتابعة وتصبحون على ألف خير.